إذن وزير الدفاع الأمريكي يقول الولايات المتحدة لن تتسامح مع الهجمات على عناصرنا في منطقة الشرق الأوسط. إذن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الولايات المتحدة لن تتسامح مع الهجمات على عناصرها في منطقة الشرق الأوسط. وأيضا بلينكين يقول على أطراف الصراع الانتهاء من هدنة غزة في أقرب وقت. نذهب إلى المؤتمر الآن. اتفقنا على الاستمرار في تعزيز تمدننا العسكري ووجودنا في غرب استراليا وفي المناطق الشمالية، وكذلك نقيم مواقع لوجستية في بنيانا، كما نزيد من وجود القوات الأمريكية في أستراليا. كهذا بحاجة إلى مراقبة والعمل من قواعد مختلفة في أنحاء أستراليا، وهذا يعني أيضا نشر لقوات إضافية. وأيضا بالنسبة للتعاون الصناعي، هذا يشمل السلاح الموجه الأسترالي، وكذلك توقيع مذكرتي تفاهم حول الذخيرة، وأولها هو منصات إطلاق صواريخ بحلول 2025. أما الأمر الثاني فهو التطوير والاستمرار بتطوير صواريخ، وكذلك تعاوننا بمسألة بريزم، وقررنا أن نضع برنامج بحلول 2025. هذه الجهود للعمل على ضمان القدرات على مدى العقود القادمة. كما سنواصل التقدم في تعزيز علاقاتنا الدفاعية خاصة مع الهند واليابان والفلبين، ومع حلفائنا في بريطانيا نقوم بإحراز تقدم في هذه الشراكة. الولايات المتحدة تسعى لمبادرات مختلفة مع شركائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وكذلك فإن جهودنا شاركنا في اجتماعات مع ندرائنا في اليابان والفلبين وطوكيو ومانيلا، تحدثنا مطولا حول الدور الأسترالي الأساسي في هذه التحالفات. والولايات المتحدة وأستراليا وأصدقائنا في المنطقة نضع بشكل متعاون وأقبل من ذي قبل، وشكرا لقيادتكم والتزامكم بهذا التحالف وللأمن في هذه المنطقة. قمنا بكثير من الإنجازات، وسنواصل البناء على إنجازاتنا على مدى السنة والنصف الماضية ورسم طريق طموح للأمام.